عالم البحار مليان بمخلوقات كتير عجيبة وغريبة من خلق الله سبحانه وتعالى، والعالم ده بينقسم لجانبين، جانب مضيء وجانب تاني مظلم. بس احنا هنتكلم في فيديو النهاردة عن الجانب المظلم من عالم البحار، وعن حيوان يعتبر هو الأشرس والأسوأ في عالم البحار، واللي ماشي يعلم على الكبير والصغير ومش همه أي حد. لو عاوز تعرف أكتر عن الحيوان ده تعال خد لك فكرة. هو نوع من انواع المخلوقات البحريه، واللي بتتبع طائفه اللافكيات، واللي طوله بيتراوح من 13 سنتي لحد متر كامل. جسمه كله بيتكون من غضاريف ومفيش فيه اي عظمه، حتى جسمه مش متغطي باي نوع من انواع القشور، ولا ليه حتى زعانف جانبيه زي الاسماك. وفوق ده كله الحيوان ده حركته بطيئه جدا جدا جدا. اللامبري عنده 7 فتحات جانبيه بيستخدمهم زي الخياشيم عند الاسماك، وكمان عنده فتحه انف واحده واللي عن طريقهم مع بعض بيقدر انه يتنفس. حيوان اللامبري موجود على الأرض بقاله أكتر من 370 مليون سنة، وده اللي خلينا نسأل سؤال مهم: إزاي حيوان بالإمكانيات الضعيفة دي قدر إنه ينجو ويعمر على الأرض المدة دي كلها وسط كل الوحوش البحرية الموجودة؟ اللامبري عنده سلاح يعتبر هو سلاحه الأول والوحيد والأكثر فتكا، واللي بسببه الحيوان ده قدر إنه يصارع بل ويكسب حيوانات كتيرة بحرية ويعلم عليهم كلهم. والسلاح الفتاك ده بقى هو فم اللامبري. فم اللامبري بيكون على شكل دايرة وبيحتوي على عشرات إن لم يكن مئات من الأسنان القوية والحادة، واللي بتكون مصنوعة من الكيراتين والبروتين. وفي وسط الأسنان دي موجود لسان بيتكون من 3 أجزاء، واللي حرفيا بيشتغل زي الحفار، واللي هنعرف دوره في عملية الهجوم على الضحية قدام شوية في الفيديو. وكمان الجزء الخارجي من فمه ناعم جدا، وده اللي بيديله قدرة عالية انه يلزق في أي حاجة، زيه زي سلكة الحوض بالظبط، وده اللي بيخليه يلزق في أي حاجة تقابله حتى لو كانت صخور. بعيدا بقى عن الصخور، فاللامبري بيهاجم على أي سمكة تقابله في المنطقة اللي هو عايش فيها، سواء كانت كبيرة صغيرة اللامبري ما بيفرقش، وأول ما بيلزق في السمكة دي ببقه عليه العوض فيها، مهما حاولت إنها تهرب أو تتحرك في أي اتجاه بتفشل كل محاولاتها. أول ما بيلزق في السمكة دي بقى بيبدأ دور لسانه، وهو إنه بيفضل يحفر في جسم السمكة دي حفرة عميقة جدا لحد ما يوصل للحم، وبعدها بيبدأ يمتص كل الدم والسوائل اللي يقدر عليها. وأثناء العملية دي بقى بيفرز من بقه مواد مضادة للتجلط علشان يحافظ على الدم أطول فترة ممكنة. وبعد ما بيخلص عملية الافتراز دي بيفك بقه من السمكة وبينزل للقاع، وبيسيب جسم السمكة وهو مليان بالجروح الدائرية اللي بتنزف واللي بتتسبب للسمكة بعد كده في التهابات وعدوى بكتيرية ممكن تؤدي لموتها، ده لو ما ماتتش أصلا وقتها من كتر الدم والسوائل اللي اتسحبت من جسمها. اللامبري بقى مش زي ما احنا فاكرين انه علشان حيوان صغير هيهجم على الاسماك الصغيرة واللي حجمها متوسط بس، لا يا باشا، ده بيلزق في اي لحمة يقابلها وما بيهمهوش حد، بيهاجم كل حاجة بتعيش في الوسط اللي هو عايش فيه سواء كبيرة او صغيرة، لدرجة انه بيهاجم الدلافين والقروش وكمان الحيتان الضخمة. وقبل كده اترصدت حيتان ضخمة وقروش جسمها مليان بعضات دائرية واللي سببها اللامبري. بس اللي بيفرق الاسماك الكبيرة دي بقى عن غيرها من الاسماك الصغيرة ومتوسطة الحجم هو ان الاسماك دي كمية الدم والسوائل في جسمها كبيرة جدا، وكمان سرعة التئام جروحها بتكون اكبر من سرعة التئام جروح الاسماك اللي حجمها اصغر، وده اللي بيخليهم يعدوا من عضات اللامبري من غير ما يموتوا. مع الوقت والدراسات وفي وقت ما العلماء بيدرسوا اللامبري اكتشفوا ان في اثار عضات وجروح اكبر واعمق بكتير من عضات اللامبري، ولكنها بتشبهها بنسبه كبيره، وده اللي خلاهم يشكوا ان اكيد في حيوان تاني غير اللامبري بيهاجم بنفس اسلوبه بس باسلوب اشرس بكتير، وتسمى كده لانه بيعض عضه بتسيب اثر زي كوكيز بالظبط على جسم الضحيه بتاعته. الحيوان ده شكله مرعب لدرجة انك ممكن تتخيل انه حيوان فضائي من خارج الكوكب، ولكنه في الحقيقة نوع من انواع القروش الصغيرة واللي بيتراوح طولها ما بين 42 سنتي ل 56 سنتي. الحيوان ده بيمتلك فم فتاك بمعنى الكلمة، الصف العلوي من سنانه بس بيحتوي على 37 سنة صغيرة الحجم، اما الصف السفلي بقى في حوالي 31 سنة على شكل مثلثات حادة كلها متصلة ببعضها زي ما يكونوا طقم سنان واحد على بعضه، وكل فترة طقم سنان القرش ده بيقع وبيطلع له واحد جديد. بس الغريب بقى ان القرش ده ما بيتخلصش منه عادي كده، لا ده بيبلعه وبيهضمه كمان عشان يقدر يستفيد من الكالسيوم والعناصر الموجودة في الاسنان دي. جلد القرش ده بيشع اضواء في الظلام واللي بتشد ليه الاسماك العملاقة اللي بتدور على اكل، زي ما يكون عامل لهم كمين كده، بس اول ما بتقرب منه اي سمكة بيهجم عليها فجأة وياخد منها قطمة وفص ملح وتاب بيختفي في نفس اللحظة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، اتمنى لو عجبكم تدعموني باللايك والسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان كل يوم هناخد فكرة جديدة عن موضوع جديد.